صح. إذا استغيث ثم نادى خفض باللام مفتوحا كيا للمرتضى وافتح مع المعطوف إن كرتيا وفي سوى ذلك بالكسئتيا ولام ما استغيث عاقبة ألف ومثله اسم يتعج من ألف. للاستغاثة نداء من يخلص من شدة أو يعين على مشقة. إذا استغيث ثم نادى خفض باللام اختاروا اللام لأنها أقرب الحروف إلى الملكية كأنه اختص من غيره. استخدم اللام قال يا لفلان، قال عمر عندما طعن يا لله للمسلمين. اختاروا اللام لأنها أكثر تعبيرا في المعنى من بقية الحروف. فتحوها تشبيها للمستغاثة بالضمير لأن لام مع الضمير تكون مفتوحة، تقول الكتاب لك وله، فتحوها. واضح. كذلك قال خفض، لماذا يخفض وهو منادى مفرد علم؟ قال اتصال اللام به كساه شبها بالمضاف فهو علف. ولذلك ابن مالك من دقته قال خفض تعبير الاعرابي. انا قلت اذا استغيث ثم نادى خفض باللام مفتوحا كيال المرتضى وافتح مع المعطوع. قالوا اللام هذه تتعلق بيا، حرف الجر لا يتعلق الا بفعل او ما في مع الفعل، استراط بين عن تعليم غير المغضوب عليه. قالوا يا نابت عن ادعو فساغ تعلق حرف الجر بها، او قالوا متعلقه بيا نفسها، او عن ادعو، او قالوا زائده لا تتعلق بشيء، حرف الجر الزائد لا يتعلق بشيء. وافتح مع المعطوف ان كررتيا، اذا كررتيا مع المستغاث به افتح اللام، تقول يا لزيد ويا لعمر ويا لخالد لمحمود. ذكرتها. وفي سوى ذلك يدخل فيه اثنان، يدخل فيه المستغاث الذي ذكر معه ياء، ويدخل فيه المستغاث من اجله مطلقا. اللام مع المستغاث من اجله تكون لا مكسوره. يا لزيد لعمري. يا لله للمسلمين. واللام في المستغاث من اجله كاللام الاولى فيما قيل فيها. وفي سوى ذلك ولام ما استغيث عاقبت الف. قال لام المستغاث تعاقب الالف، تقول يا زيدا وتقول يا لزيد. ومثله اسم ذو تعجب يلف، ومثله اسم ذو تعجب تقول يا للماء ان تعجبت من كثرته، يا للعشب ان تعجبت من كثرته تعجب. وتقول يا عجبا، قال بعضهم يا عجبا لقد رايت عجبا حمار قبان يسوق ارنب سائقها زأمها ان تذهب فقلت اردني فقال مرحبا. هذا كله غير صحيح. واضح؟ هذا ما نقوله ولا ممس غثاء ومثله اسم يتعجب. اقرا ما للمنادى اجعل لي مندب وما نكر لم يندب ولا ما ابهم ويندب الموصول بالذي اشتهر كبير زمزم يلي ومن حفر ومنتهى المندوب يصله بالالف متلوها ان كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل والشكل حتم أولهم وجالسا إن يكون الفتح بوهم لابسا وواقفا زداء سكت إن تريد وإن تشاف المد والها لا تزن وقائل وعبديا وعبدا من في الندر لا سكون أبدا. للاستغاثة ندبة نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. قالت عائشة رضي الله عنها ورأسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليك لو مت وصليت عليك أو كذا، قالت بل لعلك تظل مع احدى نسائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا وراسه. كان هذا بدايه المرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما للمنادى اجعل لمندوبهم، اذا كان مفردا يبنى على الضم وتكون ضمته مقدره، تقول وزيد وحرف نداء ونبدا زيد منادى مبنى على ضمه مقدره من ان اشتغل المحل حركة الف الندبة. وإذا كان مضافا ينصب تقول وغلام زيدا. قال ابن الحضرمي يوم بدر وعمره فحض المشركين على أن يقاتلوا المسلمين فكانت الوقعة. وإذا كان اضطر الشاعر لتنوينه له أن ينونه مضموما أو منصوبا. قال وفقعسا وأين مني فقعس أئبلي يسوقها كروس. وفقعسا اضطر أن ينونه فنونه منصوبا. مر بك هذا؟
واضمم او انصم مطرا نونا مما له استحقاق ضم بينا. انا اقول ما للمنادى لعلم وما نكر لم ينذب. المطلوب من الندبه ان تبين ما اثر المندوب. ما تقول ورجلا لمجهول وما نكر لم ينذب ولا ما ابهم. المبهم اسم الاشاره اسم موصول. لا تقول وهذا لا يقال هذا مبهم. والله وينذب الموصول بالاشاره الموصول الصالح للنداء وهو ما لم يكن في اوله ال من مثلا ممكن تندب بصلته بما اشتهر به كقولهم ومن حضر بئر زمزم شخص يرثي عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حضر بئر هو عبد المطلب. انا اقول ندبه بشهرته وهي كونه حافر بئر زمزم. ومنتهى المندوب يصله بالالف. المندوب تصله بالالف ليساعد على رفع الصوت بالمصيبه. تقول وزيدا وزيدا وعمرا متلوها ان كان مثلها حذف. اذا كان اخر المندوب الفا حذفتها فتقول ومصطفى حذفت الالف الاولى. لماذا نقدر حذف الالف الندبه؟ قالوا المجتلب لمعنى حق بالبقاء. انت واضحه؟ تحذف الاولى تحذف الالف التي قال متلوها ان كان مثلها حذف. اذا كان المندوب مختوما بالف تحذف الفه. قال لماذا نقدر حذف الف الندبه؟ قال المجتلب لمعنى حق بالبقاء. هي اشتبهت لمعنى وهو الندبه. واضح؟ كذلك تنوين الذي به كما كذلك تحذف تنوينه او تنوين صلته. فمن حضر بئر زمزم تحذف التنوين تقول ومن حضر بئر زمزم حذف التنوين ورجعت محله الالف. وكذلك غلام زيد تقول وغلام زيد عمر وعمرا منتهى المندوب. كذلك تنوي الذي به كان من صلة او غيرها نجت الامل دعا لك اقرا. والشكل حتما لهم وجانسا ان يكون الفتح بوهم الله. يا اردت ان ترضي ان تندب غلام غلامك مرأة امامك لو وضعت له الفا يلتبس بندبة غلام المخاطب. تقول لو قلت وغلامك يظن انك تندب غلام مخاطب وانت تبدو غلام مخاطبه اعطه شكلا مجانسا. الكسره تجانس مريم تقول وغلامك سكت إذا أردت. كذلك غلامه غائب تقول وغلامه لو أتيت بالألف تقول وغلامها يظن أنك تندب غلام غائب. إذا لم يكن هناك لبس لا حرج عليك. عبد الملك تقول وعبد الملك لا تأتي بحركة مجانسة لأنه لا لبس فيه. كذلك حذامي تقول وحذامه لا لبس فيه. انا اقول والشتلك عاد منوله مجانسا ان يكون الفتح في وهم ووقفا سكت. اذا اردت ان تسكت ضعها انت اذا اردت تقول وعمراه. وان تشاء فالمده والها لا تزد. اذا اردت احذفهما تقول وزيد حذفت الف والها واقفا وقائل وعبديا وعبدا من في الندل لا سكن. مر بك قول ابن مالك. مر يقول ابن مالك واجعل منادا صح ان يوظف لي كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا. قائل وعبديا وعبدا من في النداء اثبت الياء ساكنه. القائل يا عبدي ساكنه له ان يقول وعبدا حذف الياء لانها ساكنه وجاء محلها بألف الندبه. وقال وعبديا فتح الياء وتابع في الندبه مخير. اما القائل عبدي او عبد او عبد بالقصر ليس له يقول وعبدا. والقائل يا عبدي له وجه واحد هو يقول وعبدي. واضح؟ هو ثابت الوسط الذي يجوز في التخيير وترك لك وجهين انت طالب علم حضانهما. واضح؟ نقول وقائل وعبدي وعبدا من في الدريه اثبت الياء ذات السكون. الله ينصر الله.